حاضرين معنا في بلاطو ديال التصوير الموسم الثالث ديال برنامج اكتشاف المواهب الامازيغيه تايكوانشو. هذا البرنامج هذا اللي فضاء يعني اللي خلقته الشركه الوطنيه لاذاعه والتلفزه المغربيه قناه التمازيغ من اجل يعني ابراز مجموعه من المواهب الامازيغيه في مختلف الانماط يعني الموسيقيه والفنيه. وهذا البلاطو هذا هو الجميل فيه هو انه كيمثل ذاك التعدد اللغوي والثقافي والفني ديال المغرب، لانه المشاركين جاونا من مختلف يعني المدن المغربيه. تقريبا الكاستينغ اللي دار عن بعد نظرا للظروف يعني ديال الجائحه اللي مازال كنعيشوها، فكان عن بعد، كان تقريبا مشاركات كبيره بزاف، تقريبا ازيد من 310 ديال المشاركين. اللجنه اضطرت انها تاخذ في نهايه المطاف 20 مشارك اللي هما اللي غياتوا هذا البلاطو، اللي كنتمنوا انه المشاهد المغربي ماشي فقط المتتبع القناه الامازيغيه وانما المشاهد المغربي بصفه عامه يستمتع بهذا البلاطو هذا، حيت كما قلت وكنقول دائما بانه لا الفن ولا الموسيقى فهي ما عندهاش لغه موحده، وان الموسيقى كتخاطب يعني للروح وكتخاطب يعني كل ما هو جمالي داخل الانسان. فالاكيد انه اي واحد غيشوف هذه المواهب سواء كيفهم الامازيغيه او ما كيفهمهاش، فالاكيد انه غيستمتع بالاحساس ديالهم. وهذه يعني فرصه باش نشكروا جميع القائمين على هذا البرنامج هذا، سواء الفريق التقني، سواء الفنيين، سواء لي كوتش، المدربين، اللجنه ديال التحكيم، يعني كل القائمين على البرنامج، خصوصا المخرج اللي حتى هو كيعطي اللمسه ديالو الابداعيه في البرنامج. هذا العام كانت عندنا نسخة استثنائية من حيث المشاركة النسائية، لأنه في المواسم السابقة لا الموسم الأول لا الموسم الثاني كانوا العديد من المشاركات النسائية كمواهب في البلاطو، ولكن هذا العام ربما المشاهد غيشوف غياب ديال العنصر النسوي غيتساءل واش إقصاء، فما كاين حتى إقصاء، غير ما هو اللي كاين هو أنه ما كانش الإقبال على الكاستينغ من طرف العنصر النسوي، كانوا مواهب قليلة جدا اللي ما توفرات فيهم يعني المقومات باش يدوزوا في البلاطو. اضطرت يعني اللجنه المكلفه انها تمدد الكاستينغ لربما يبانوا شي مواهب نسائيه، ولكن الوقت كيزاحم ديال التصوير ديال البرنامج، فبالتالي اللجنه كانت مضطره انه يكون العنصر الذكوري.